طيب المسألة السادسة، إصابات بالونات السيارة. أثناء وقوع حادث سيارة تنتفخ البالونات الهوائية الإيرباكس يعني تبع السيارة لها وتبطئ من سرعة الركاب بشكل ألطف مما لو اصطدموا بالزجاج الأمامي أو عجلة القيادة. طبعا حتى نخفف نحن من الصدمة. وفقا لمعايير السلامة تنتج البالونات تسارع أعظم مقداره 60 جي بحيث يستمر لمدة 36 ميلي ثانية فقط أو أقل. تمام؟ فحسب المعايير، معايير السلامة تسارع الأعظم 60 جي لفترة أقل أو 36 ميلي ثانية فقط، يعني ما بيستمر كثير. طبعا نعرف الثانية هي 1000 ميلي ثانية. طيب يعني هيك أقل من الثانية ب 30 مرة تقريبا. السؤال، ما هي المسافة بالأمتار التي يقطعها الشخص في حالة التوقف التام في 36 ملي ثانية عند تسارع ثابت قدره 60 جي؟ طيب فهمنا المسألة؟ طيب يا جماعة شوفوا، أنا إذا كان عندي سيارة، سيارة قامت بحادث، شايفين؟ طيب طيب اصطدمت في جدار ما، لا اصطدمت بعائق، صار حادث سيارة. يا شباب اللي ما بده يحكي يسكر ميكروفونه، وقت اللي بده يشارك يفتحه. طيب طبعا هون عندي انا السائق ولا الركاب، باستخدام السيارة راح يروحوا للأمام، راح يروحوا للأمام. فحتى ما يصطدموا بالتابلو تبع السيارة بالأمام، طبعا بيطلع الإيرباك، البوالين، بالونات السيارة، شايفين؟ فبتطلع هي بتنتفخ بشكل سريع، بشكل سريع، ولكن إلى معايير، إلى معايير، يعني ما بتطلع بأي سرعة، ما بتطلع بسرعة شديدة جدا جدا، فممكن هي تشكل صدمة، ممكن هي تشكل صدمة بهالحالة هي، لا تطلع بالسرعة هي حكينا إنه 36 ملي ثانية أو أقل. تمام؟ حتى تخفف الصدمة، حتى تخفف الصدمة. طبعا جسم الشوفير أو الراكب راح يروح للأمام، فبدل ما يروح للأمام بشكل سريع جدا فالبالون بده يخفف له سرعته. تمام؟ راح يضغطه للوراء، طبعا يخفف له من سرعته، من سرعة تقدمه للأمام. طيب فالآن احنا بنقول إذا كان التسارع تبع البالون كان 60 جي. تمام؟ وخروجه راح يكون خلال 36 ملي ثانية. طيب ايش المسافة اللي بده يقطعها الشوفير هون؟ طيب مين عنده فكرة؟ ما تعطونا نشوف. مين اشتغل عليها؟ مطلوب المسافة اللي يقطعها السائق بعد التوقف. المسافة اللي بيقطعها السائق طبعا لحتى التوقف.
حط محور احداثيات. يا دكتور، هو السائق يعني حركة السائق نفسه، اللي السيارة كلش قطعت تتحرك لا بعد ما السائق، تصل للحيط. لا لا عم نحكي السائق، ما نلعب بالسيارة. تمام. طيب خذوا 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 5 دقائق وفكروا فيها لشوف بنرجع. طيب انتبهوا لهون. نطلع في صفر من البيت قوي. طيب انتبهوا، برجع بوضح الفكرة. هون قلت لكم انقباض لانتشار، انتشار هون شوفوا، نوضح لكم الفكرة هيك أكثر شوي. طبعا هذا الشوفير بده يروح للأمام، جسمه بده يروح يميل للأمام، تمام. فبدل ما يضرب بالدركسيون، راح يطلع الاير باك، شايفين بالتسارع اللي حكيناه 60 متر في الثانية مربع، تمام. فهو بدل ما كان رايح بسرعة شوفير باتجاه التركسيون، راح ايشو يجي بسرعة معاكسة اللي هي تقابل 60، تمام. يعني كان مثلا بده يمشي بتسارع، لنقول مثلا كان بده يمشي بتسارع 100 جي، فاجا بوتشو الاير باك، شايفين، فبده يخفف له من تسارعه بمقدار 40، يصفي على 60 جي. طيب فهلا طبعا الشوفير بين وضعيته الاولى المستقيمه وبين وضعيته الثانيه، تمام، مش قد بده يتحرك طبعا من لما بيطلع الاير باك بيصطدم فيه. طيب اذا قلنا نحن عندنا محور اكس، بالشكل هاد، لنقول لحظة الاصطدام، شوف لحظة الاصطدام كان تي يساوي صفر بداية الزمن، طيب بهاللحظة هاي السرعة في صفر كانت معلومة، شي سرعة في صفر هي محصلة ما هي موجودة، موجودة شي؟ لا لا موجود دكتور، اي موجود طبعا. والاكس كانت اكس صفر، ممكن نحطها صفر او ما نحطها صفر. طيب التسارع ايش قد؟ ثابت مقداره 60 جي وهيك. طيب فصار في عندي انا تباطؤ في الحركه لحتى وقف الجسم عند اللحظه تي، ايش قد تساوي؟ شو نعتبره تساوي؟ 36 ميل، يعني 36 مشفق ناقص 30، ايوه 36 او اكثر، نعتبر اقل قيمه اللي هي 36 مشان نحصل على اقل قيمه لاكس. اذا 36 ميلي ثانيه، تمام. هلا هون اكس بدنا نحسبه مجهوله. طيب والفي ايش تساوي؟ صفر. صفر، ايوه توقف هون الجسم، تمام. اذا الفي تساوي صفر متر بس ليش تي حطيناها 36 ملي؟ نعم ليش حطينا الزمن هيك؟ لانه قلنا 60 جي خلال 36 ملي ثانية، هي سرعة البالون بس مو سرعة التوقف او سرعة مو زمن التوقف، هي الزمن اللي بيخرج فيها البالون صح؟ ايه يعني هي بعد التوقف بده 36 ملي ثانية ليخرج البالون. لا مو بعد التوقف، لا لا البالون بخرج مباشرة وقت الصدمة. أيوة. ولما بتحدث الصدمة بخرج البالون مباشرة. فهمت علي؟ ايوه فهمت علي. يعني عند اللحظة تي تساوي صفر، ولكن بده انتشاره بياكل 36 ملي ثانية او اكثر. تمام.
فهمت علي شلون؟ أيوة. يعني الشوفير لما بصير صدمة للسيارة، الشوفير بده يروح باتجاه الدركسيون بتسارع عالي جدا، تمام؟ تمام. فلما طلع البالون بوتشو، طلع البالون بوتشو، فصار الشوفير شو يقرب على شايف شلون، يقرب على الدركسيون بتسارع انتشار البالون. تمام. طيب هلا هون التسارع بيصير موجب ولا سالب؟ سالب، يعني متباطئ. ايوه حركه متباطئه، بالتالي التسارع بده يكون ايوه بقيمه سالبه تماما، حركه متباطئه بالتالي التسارع بيكون سالب. طيب نحن عندنا اكس يساوي شو؟ اكس صفر زائد في بي تي، في صفر بي تي عفوا، زائد واحد على اثنين اي تي مربع. طيب عندي كم مجهول هون بهي المعادلة؟ طبعا انا عندي الفي صفر والاكس صفر، الفي صفر والاكس والاكس الاكس صفر ممكن يعتبره صفر، ممكن يعتبره صفر. تمام. او بدي انا اوجد بالنهاية، عندي اوجد الاكس ناقص اكس صفر، المسافة المقطوعة هي الفرق بين اكس واكس صفر. طيب بستعين بمعادلة تانية اللي هي في تساوي في صفر زائد اي بي تي، تمام؟ طيب الفي ايش تساوي؟ المسافة على الزمن، يعني اكس على معدومة، مو هيك؟ الفي تساوي صفر توقف، بالتالي في صفر زائد اي بي تي يساوي صفر، يؤدي في صفر ايش تساوي؟ ناقص اتي. ناقص اتي تماما، ناقص اي بي تي. ايوه بالتالي هلا بشيل الفي صفر من المعادلة الأولى هاي، بعوض مكان ناقص اي بي تي، بحط محلها ناقص اي بي تي تماما. بصير عندي بالتالي اكس ناقص اكس صفر، بحول اكس صفر للطرف الثاني لاني مطلوب مسافة مطلوبة هي اكس ناقص اكس صفر، تساوي ناقص اي بي تي. ناقص اي بي تي. ناقص اي بي تي زائد تي مربع نصف اي بي تي، عفوا مربع عفوا. ايوه لانه ضربنا تي بي تي، زائد نصف اي تي مربع. شو تصفى الناتج؟ عندي اي تي مربع هون واي تي مربع ناقص نص. ايوه يساوي ناقص نصف. ناقص نص اي تي مربع. طيب ويساوي هلا بس تعيد بدل الاي بحط قيمته، ايش صار عندي معناته؟ يساوي ناقص نصف ضرب ايش قد؟ ناقص 60 جي. ايوه تمام. ناقص ضرب ناقص 60 ضرب 9.8. نعم 9.8. ايوه طيب ضرب تي مربع يعني 36 ضرب 10 قوة 10 وناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 للتقوية. ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3
إذا حدا فتح الميكروفون يسكره. دكتور في اثنين هات بعضهم. طيب شو أطلع النتيجة؟ 0.38 طبعا بتطلع النتيجة موجبة ناقص بناقص متر، يعني 38 سنتيمتر. شايفين؟ إذا على الأقل بيتحرك مقدار 38 سنتيمتر. واضحة؟ تمام دكتور. يعني البالون، شوف البالون بدي يسمح له يتحرك على الأقل 38 سنتيمتر. فهمناها؟ نرجع من عيدها بس كمفهوم من دون حل، بس كمفهوم انه نناقش الجواب. نناقش الجواب. انا بقول لك شوفه بده يروح باتجاه شو؟ باتجاه الدركسيون. تمام؟ بده يروح بتسارع عالي جدا. فطلع البالون بوجهه. شايف البالون بده يخفف له من سرعته للشوفير. شايف؟ ولكن بمقدارش قد يخفف له، يعني البالون ما راح يطلع له، ما راح يطلع له هيك فجأة. وان كانت حركته سريعة ولكن انه تسارع معين ما بصير يتجاوزه. ولا برجع بصدمه كمان البالون، بيعطيه صدمة للشوفير كمان ممكن يأذي. شفناها؟ دكتور بس ممكن سؤال، بس من عند الاكس نقض اكس صفر لانه فصل عند النت، بس زكاتك عندنا هون هالفقره بس من هون. ما فهمت عليك. بس من عند اكس نقص اكس صفر زكاتك بس عندنا من هون وتحت لانه فصل عند النت. طيب انا عندي فوق اكس يساوي اكس صفر زائد في صفر وتي زائد 1 على 2 اي تي مربع. تمام؟ من المعادله الثانيه في تساوي في صفر زائد اي بتي، طالعت أن الفي صفر تساوي، لأنه الفي تساوي صفر بالتالي في صفر تساوي ناقص اي بي تي. واضحة هون؟ واضحة بس تحت دكتور، تحت هاي. طيب اي نعم، عوضتها نعم. هون عوضت بدل الفي صفر ناقص اي بي تي، عوضتها محل الفي صفر. ايه تمام. ايه بالتالي صار عندي ناقص اي بي تي ضرب تي، صار عندي ناقص اي بي تي مربع نعم زائد 1 على 2 اي تي مربع، بصير نتيجة ناقص 1 على 2 اي تي مربع. ايه هون سؤالي دكتور، هون سؤالي. طيب ناقص ايه؟ ا بي تي مربع ما بتروحوا مع الا تي مربع زائد ا تي مربع؟ هون عندي نصف هون. ايوه ايه ايه. واحد المقامات ناقص 1 اي تي مربع، بصير عندي ناقص 2 على 2 ناقص زائد 1 على 2، صفي عندي ناقص 1 على 2 بالاخير. ماشي دكتور الله يعطيك العافية. طيب اي سؤال؟ تسارع شوفير هو 60 جي. إيه البالون طلع. ايوه طلع بدي خفف له السرعه. بس 38 سنتي يعني ايش مثلت هون؟ 38 سنتي هي لما بصير بسرعه بتسارع ثابت مقداره 60 جي خلال فتره 36 ملي ثانيه. اي سؤال؟ استاذ بس كيف عوضنا التسارع؟ هو اعطيني كيف عوضنا التسارع؟ هو اعطيني 60 جي، يعني 60 ضرب 9.8. هلا يا دكتور. ايوه التسارع اعطانا 60 جي، وقت حطيناه عوضناه ناقص 60 جي. ايوه بس يعني شلون صار سالب؟ يمكن ما انتبهت عليك او كان النت عم قطش عندي وقت حكيته، لانه الحركه متباطئه.
إذا كانت الحركة متباطئة بنعكس الإشارة؟ لا. وقت بتكون الحركة متباطئة بتكون سالبة؟ لك طبعا بالحركة المتباطئة بكون اتجاه التسارع بعكس جهة الحركة. تمام. أي سؤال؟ طيب هلا منروح لمسائل الفصل الثالث. طيب المسألة الأولى، ينشئ مصمم صفحات ويب رسم متحرك أنيميشن يعني صورة متحركة مثل الألعاب مثلا، بتعرفوا الألعاب أو غيرها، فبكون هي صورة متحركة أنيميشن. طبعا بكون فيها معادلات بتمشي عليها، ما بتمشي بشكل اعتباطي. طيب ينشئ مصمم صفحات ويب رسم متحرك أنيميشن، يكون فيه موضع نقطة على شاشة الحاسب معرفاً بالعلاقة R يساوي 4، طبعاً هون 4 سنتيمتر زائد 2.5 سنتيمتر على الثانية مربع في T مربع في I زائد 5 سنتيمتر بالثانية في T في J. إذن هاي هاد المعادلة تبعيت إيش؟ تبعيت شعاع الموضع. طيب السؤال الأول أو الطلب الأول، أوجد شدة واتجاه السرعة المتوسطة لتلك النقطة بين اللحظتين T يساوي 0 و T يساوي 2 ثانية. الطلب الثاني، أوجد شدة واتجاه السرعة اللحظية لها عند T يساوي 0 ثانية و T يساوي 1 ثانية و T يساوي 2 ثانية. ثلاثة، ارسم مسار النقطة بين T يساوي 0 ثانية و T يساوي 2 ثانية وأظهر السرعات المحسوبة في الطلب السابق. طيب اشتغلوا عليه. في أي سؤال؟ دكتور ما فهمنا الأصل تبع المسألة كله، ما فهمته أنا. طيب يا جماعة كأنه أنتم ما بتسألوا المسألة في البيت، ها؟ شوفوا طيب عندي أنا شاشة حاسب وبدأ تحرك فيها نقطة، تمام؟ تحرك فيها نقطة فيروس نجاح أفضل لا. طيب نقطة بدأ تحرك ضمن شاشة الحاسب وفق المعادلة اللي ذكرناها نحن، تمام؟ تمام؟ كان عندي R شعاع الموضع لهذه النقطة يساوي أربعة سنتيمتر زائد 2.5 كان مو هيك 2.5 تي مربع. نعم. هذا كله بي اي. هاي المركبة على الاي. الاي. زائد
ايش كان على الجي؟ خمسة تي؟ خمسة سنتيمتر، خمسة سنتيمتر، خمسة تي على ثانية. وهي في جي؟ لا يا دكتور لا، خمسة سنتيمتر ضرب تي. تمام، خمسة سنتيمتر على الثانية ضرب تي. أنا هلا ما نحطت الوحدات، أنا هلا ما نحط الوحدات، تمام شيلوا هاي بدون وحدات. هون كان عندي 4 سنتيمتر زائد 2.5 سنتيمتر على ثانية مربع ضرب تي مربع، مزبوط؟ نعم نعم صح. زائد 5 تي في جي. طيب أنا نحط الوحدات عشان لأنه صعوبة كتابي عم تاكل وقت. طيب إذا هاي هي معادلة النقطة اللي بدها تتحرك بهون ضمن الشاشة. طبعا عندي هذا الإكس بس تينا دقيقتين بس لان هل الطلب الاول وهذا الواي، تمام هذول هن المحورين نعتبرهم هيك، فبدي اتحرك ضمن الشاشه بهذه المعادله. طيب مطلوب المطلوب الطلبات الثلاثه، خذوا 5 دقائق 7 دقائق اشتغلوا فيها وبنرجع له. راح بفصل هلا، انا رايح تنتهي الجلسه تقريبا، فبنرجع على الجلسه الثانيه ان شاء الله. دكتور بس رجعلنا على الطلبات مشان نسجلهم عنا. موجودات عندكم في الملخص طلبات. الحركه في 3 ابعاد اخر صفحه المسائي. تمام الله يعطيك العافيه. اعطوها على الغرفه.